اطمن على المستشار مرتضى منصور. يا سياده المستشار، ازاي حضرتك يا فندم؟ والله انا حزين يا كابتن اسلام. ليه يا فندم؟ ايه اللي بيحصل من الشعب ده؟ ايه اللي يعني في ناس في الشعب كل يوم يطلعوا اشاعات على الناس؟ انا كان عندي الاخ مهيب بيسجل معايا. نعم. تمام؟ وبعدين لقيت السيد المستشار عمر مروان على التليفون، انا لقيت صوتي فوق كنت شايفه قدامي. انا شايف على مواقع التواصل الاجتماعي كلام كتير مكتوب، عشان كده يعني اصريت ان حضرتك تكون معانا يعني. فانا لقيت الراجل يعني قطعت التسجيل، قلت لازم في حاجه. نعم. خير؟ قال لي هو انت سليم؟ الحمد لله سليم. قفل، لقيت الفنان الكبير هاني شاكر، مش عارف لقيت مين. هو في يا جماعه، واحنا ليه؟ انا بس السؤال اللي بيضرب الاشاعه دي ليه؟ عايز سبب واحد. طب افرض انا زوجتي، ولقيت عارف انا هنا في معسكر بقالي 5 ايام مع اللعيبه. نعم. واخد بالك؟ معايا مراتي ومعايا اولادي ومعايا احفادي. تمام؟ افرض دلوقتي هم مسافرين في مصر وانا اللي هنا. تمام؟ مش ممكن ده يعمل نوع من يعني 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 حرام ولا حلال؟ هو السؤال ده حرام ولا حلال؟ يعني انا اسف، يعني ابن الكلب الجزمه اللي طلع الاشاعه دي. ليه عليا او على غيري؟ مستفيد ايه؟ لازم يقول لي مستفيد ايه؟ غير انسان مجرم. وعشان كده بقول للسيد الرئيس السيسي من فضلك اقفل شبكه التواصل المفروض كان اجتماعي، بقت بكابورت مجاني ضربه. من فضل حضرتك، الارهاب من ناحيتك، تصنيع القنابل، داعش، ضرب اشاعات على الناس، مش كده؟ لا يعني لا، شعبنا مش كده يا جماعه، شعبنا شعب محترم. نعم. تخيل انت بقى انت اللي اتكلمت، تمام؟ افرض ده مراتي وولادي مش معايا. ممكن اي حد فيهم يجي له صدمه، افرض عنده حد مريض بقلبه ولا حاجه، ليه؟ هو السؤال ليه؟ انت استفدت بيه عليا او على غيري، هسيبك مني انا يعني. تمام؟ انت بتتمنى لي اي مصيبه ماشي، طب غيري؟ يعني انا اول امبارح مش عارف، امبارح الدكتور الجنزوري مش عارف، قبل بيوم مش عارف عادل امام، وبعدين ليه احنا بقينا وحشين كده؟ يعني ذات المستشار يعني حضرتك شخصيه عامه والكل يعني بيسعى دائما ورا اخبارك، ولكن الاخبار نعم، انك انت تطلع خبر كاذب ونهائي. طبعا طبعا يا فندم، لا علاقه لي ده يعني انا مش بقول لك، بس انا الحمد لله احنا اطمنا عليك يعني، الحمد لله يا فندم، دي اهم حاجه. ربنا الحمد لله. بس انا حزين لان اللي حصل معايا النهارده ده مش اول مره. حصل كتير قبل كده. واللي حصل معايا بيحصل مع ناس كتير كل يوم. هو السؤال ايه يا ابني؟ يعني انت مصدر الخبر بتاعك، مصدرك مين غير الشيطان؟ مصدرك مين غير ابليس؟ هو ده ابليس بقى. تمام. قاعد انت على الفيسبوك محترم، خبر ينتشر، واخد بقى؟ طب انت ايه فرحان؟ جدع؟ عنتر؟ لا انت بتكلب واطي، لانك خضيت يعني اخواتي ناس البنات، يعني اخواتي البنات اتخضوا. تمام؟ اللي مش موجودين معايا. نعم. دي اصحابي واهلي. ما حضرتك إيه؟ معانا على الهوا دلوقتي الحمد لله، ما فيش اي حاجه، والكل هيطمن ان شاء الله من خلال وجودك على الهوا. يا كابتن اسلام اصلا هي يعني طبعا بحمد ربنا الحمد لله، لكن يعني انت راجل، انا بصراحه لغايه دلوقتي مندهش. ليه هو بيعمل ده؟ يعني في بعض ضعاف القلوب والعقول يا فندم، يعني ما هنقول ايه؟ لا لا لا، هنقول ايه يا فندم بس يعني؟ يعني انت نعم، احنا يعني انا شخصيا وشعب مصر حزين بقاله 48 ساعه. طبعا طبعا، عشان الارهاب الاسود اللي ضرب ولادنا الشباب. نعم. سواء ضابط او عسكري جيش او شرطه او مدني. خلاص؟ نعم. طيب انت بقى عندك وقت وناس عندنا فعلا بتشهد عشان يحمي امك واختك ويحميك ويحمي عرضك ويحمي وطنك ويحمي ارضك، عندك وقت تهزر الهزار البايخ ده؟ انت بني ادم طبيعي؟ لا انت مش مصري. ما احنا متفق، عايز ضرب الجزمه، احنا متفقين مع حضرتك في هذا الكلام يا فندم، ان ده زي ما قلت لحضرتك. والله انا حزين وانت حزين، كلنا حزين، كلنا حزان يا فندم، ولكن يعني حتى شفت ماتش الاهلي النهارده. نعم. بالك هتلاقي الناس حزينه، يعني برغم ان انا عادي، وبكره الزمالك برضه هتلاقي الناس حزينه. نعم. واخد بالك؟ لان اللي السوشيال دول ولادنا ناس. تمام يا سياده المستشار. رايح المكان ده اسلام وعارف انه هيموت عشان. طبعا طبعا. يعني طبعاً. هو مش رايح نزهه بتصفح على الشواطئ، ده هو رايح المكان ده وقايل لامه ومراته وبنته وزوجته انا رايح استشهد عشان احميك. يحميها هي، يحمي كل عيل في البلد دي، ها؟ محترم، واللي مش محترم اللي احنا بنشوفهم دول. فيعني ربنا يرحم. اهم حاجة ان انت تمام يا فندم وكل حاجة كويسة، ويعني نطمن كل جمهور نادي الزمالك على حضرتك، وعايز برضو حضرتك تطمنا بدون الكلام في أي تفاصيل، ولا عايز أعرف تفاصيل ولا حاجة خالص، ولكن تطمنا على الفريق غدا إن شاء الله يا فندم، لأن زي ما قلت يعني النهاردة الممثل الأول لمصر صعد لدور الثمانية، وإن شاء الله غدا الممثل الثاني نادي الزمالك يصعد إلى دور الثمانية بإذن الله. شوف أنا بقالي 3 4 4 5 أيام موجود هنا، أول مرة أطول يعني.
عشان الولاد انت عارف جيهم من السفر، انا حجزت لهم عشان ماتش النهارده على طول. نعم. وبعدين ماتش بكره ان شاء الله بتاع الاهلي، لكن بدايه لازم اقول اهلا بفريق الاهلي دي. اهلي طرابلس. نعم. اهلي طرابلس طبعا، اهل ليبيا، اهلا باهلنا في بلدهم الاولى مش الثانيه. ودايما بقول تاني انه في يوم من الايام كان في 4 مليون مصري بيشتغلوا في ليبيا مش عارفين الروس هناك. نعم. عندنا ملايين ليبيين هنا بسبب الذهب الاسود اللي في ليبيا موجودين في مصر هنا، اهلنا واخواتنا ويعني يعني ضيوف مش عايز اقول كمان، لا هم اصحاب بلد واخد بالك. نعم. انت عارف ان الليبيين عندهم اراضي في البحيره وعندهم في الفيوم في كل حته في كل مكان، لا يعني عايز اقول لك في مصاهره بيننا وبينهم وعلاقات محترمه بيننا وبين الشعب. نعم. الليبي. فطبعا بنرحب باهلنا فريق اهلي ليبيا طبعا، معهم طبعا مدرب محترم جدا الكابتن طلعت. نعم. وانا سعيد بمستوى الفريق ده بصراحه، انه رغم الظروف اللي هو فيها الصعبه انه ما عندوش ارض بيلعب عليها وبيلعب خارج ارضه في تونس، لازم برضه نشكر شعب تونس المحترم في حسن استقباله لما احنا لعبنا اهلي طرابلس هناك. نعم. انت بتلعب فريق محترم جدا منظم معاه مدرب محترم. بالنسبه لنادي الزمالك، انا قاري النهارده صحيفه كبيره جدا يا اسلام اسمها الاهرام. نعم. مؤسسه كبيره تربويه صحفيه طبعا تنويريه طبعا. كتب فيها هيكل ونجيب محفوظ ويوسف ادريس وانيس منصور توفيق الحكيم، عمالقه مصر في الادب والصحافه، طلعوا مؤسسات. لقيت خبر مكتوب او خبرين يعني. نعم. الخبر الاولاني لو عندك وقت تيجي بس وقت شويه. فندم يعني انا قدامي انا قدامي بالظبط 4-5 دقائق بالكثير يا فندم، عشان احنا عندنا حلقه حضرتك عارف النهارده. انا هفرقع شويه يعني. نعم. لقيت مكتوب خبر ان مرتضى منصور يضع الخطه والتشكيل وايناسيو ينفذ. دي قله ادب. وايناسيو ايه يا فندم؟ ينفذ. قلة أدب. لا دي قلة أدب بجد يعني، عيب. لأن أنا بدل ما تمام أقول أنا خلصت المشكلة. تعالى على خد أنت الخطة دي ووفر 700,000. تمام؟ إنما اللي حصل في ماتش الاتحاد الإسكندري لما سألني ولد، ما أنا لسه كنت هقول لحضرتك واضح إن الكلام اللي حضرتك قلته في بعد مباراة الاتحاد السكندري في أحد القنوات الناس خدته وقالت إن أنا هتدخل في التشكيل. لا لا اللي حصل بالظبط، لا هو مستني يقول لي حضرتك تعرف التشكيل اللي جاي؟ قلت له بالعقل كده وبالمنطق من غير كيمياء. اي حد في الشارع هو رايح لعيبه يبقى ذلك هو من اساسي. مظبوط. تمام؟ اللي لعبت الماتش اللي فات وما لعبهاش النهارده. ضيف ليهم الشناوي اساسي اهو، واخد بالك؟ نعم. ضيف ليهم حفني ومصطفى فتحي. نعم. وضيف ليهم باسم، اعتقد الفريق مش هيخرج عن دول. مظبوط. واي حد بيفهم في الكوره هيقول دول. نعم. دول هو رايح، هو رايح ليه؟ عشان الماتش اللي جاي. قال لك مرتضى الذي وضع التشكيل وضع اي كلام، سيبك من يعني قلب فاك بسرعه. برضه في نفس الصفحه قال لك ايه؟ نادي الزمالك يعترض على لائحه الاسترشاديه، بيقول عليها لائحه مشوهه. طيب هو كتب مين في الاهلي اتكلم؟ ومين في السموحه اتكلم؟ ومين في يعني اسم الاسم اللي قال؟ وجه عند الزمالك قال لك وقالت اداره الزمالك اللي هي مين يا حبيبي؟ انا ما اعترضتش على اللائحه. انا شخصيا ما اعترضتش على اللائحه، لكن متعاطف مع محمود طاهر وبيكلمه، كان لسه بيكلمني امبارح وانا اكلمه دلوقتي، هكلمه دلوقتي اقول له مبروك، وكلمني اول امبارح وهو رايح مرسى مطروح. انا متعاطف معاه ان العدد اللي جبت 12,500 هو بالنسبه له صعبه. تمام؟ نعم. واخد بالك؟ فانت بتكتب كلام على لساننا ان احنا معترضين ليه؟ لكن هو عايز يصور. ادي واحد. اثنين، اسماعيل يوسف والاخ خالد جلال كانوا عندي امبارح، كان معايا مهندس علي زاد احفظ. نعم. انا كان في اتفاق اروح للعيب، قلت لهم لا انا مش هروح للعيب. اللعيبه لما تشوف 30,000 في المدرجات مش محتاجه تاخد حقن مرتضى. لا التشجيع المثالي، وعشان كده بقول جمهور الزمالك يا محترم من فضلك، فريق ليبيا ده فريق محترم اهلنا، لا تسب ولا تسب جيش بلدك اللي حميك. نعم. بيستشهد ولا شرطه بلدك اللي بيستشهدوا كل يوم. ولا ليك دعوه بصالح ام صالح ولا محمود طاهر ام طاهر ولا مجلس ادارتك ولا لعيبتك. نعم. حضرتك دي تجربه اتعملت النهارده وبكره. طبعا انا عرفت ان النهارده انه اترمت شماريخ وبرضه عليا في الطعام. الشماريخ دي هتكلف الاهلي برضه، ما هو في الاخر اللي بيدفع الثمن الاهلي مجلس الاداره. نعم. بيجي العقوبات على النادي. انا بقول لك من فضلك انت خلاص، احنا بعنا خلاص كل التذاكر نفسها، كان عندنا 20,000 باعوا وعندنا حوالي 5,000 دعوه كلهم خلصوا خلاص. تمام. نعم. يعني هتلاقي حوالي 25-30,000 بني ادم موجودين في الطبق. من فضلك دي تجربه تحمل مسؤوليتها. سيد وزير الداخليه مجدي عبد الغفار، سيد وزير الشباب خالد عبد العزيز، هنا بوريده، مرتضى منصور، محمود طاهر. نعم. احنا خمسه تحملنا المسؤوليه نرجع الجماهير المدرجه. نعم.
نجح التجربه عشان يبقى الدوري فيه. وهو سياده الوزير قايل كده معايا النهارده يا فندم، قايل نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله. انا بقول لك نجح من فضلك، نجح التجربه. انت في ايدك المفتاح، انت في ايدك ريموت كنترول، انت في ايدك انك تحضر المباريات بعد كده، وفي ايدك خلاص اقفل. ده من فضلك، لا شمروخ ولا لفظ بذيء. وارد انه زي النهارده ما حصل، عرفت انه ان القطن جاب بجون الاولاني. نعم خلاص نعم. شجع فريقك. وارد ان بكره فريق الاهلي يجيب جون اول برضه، ولا ما تهتزش ويهز فريقك. نعم. ولا تشتمه. نعم. الماتش 90 دقيقه يا كابتن اسلام. طبعا يا فندم. انت مطالب تشجع تشجيع نظيف مثالي 90 دقيقه. نعم. تمام؟ نعم. وبعدين ربنا ان شاء الله باذن الله توفيق ربنا، ده بتاع توفيق ربنا. نعم. نادي الاتحاد الاسكندري الماتش اللي فات كوره شاطها الولد دخل الجول، طلع في العارضه وطلع. مظبوط مظبوط. باسم يوسف ومصطفى فتحي والتانلي في الماتش اللي فات 50 كوره هم جول وثلاثه لعب بره. نعم. ده اسمه توفيق. توفيق ربنا طبعا يا سياده المستشار. نعم. دي قديم ونفسه شريفه. تمام. ان شاء الله ربنا يوفق باذن الله اولادنا يوصلوا الدور الثاني باذن الله. واخد بالك؟ وانا على فكره تنبأت يمكن انت وسالت اخونا ياسر عبد العزيز وايمن حافظ لما الاهلي تعادل هناك مع زناكو. نعم. قلت لهم الاهلي والوداد داخلين، زناكو طلع خلاص. تمام. هو الاول. طب بكره حضرتك متنبأ قول لنا يعني ايه اللي هيحصل؟ ان شاء الله باذن الله الزمالك يوصل للدور الثاني ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم يعني نكلم حضرتك بشركة. نهني حضرتك يوم الاثنين ان شاء الله، ويعني نحتفل احتفال بسيط صغير لغايه ان شاء الله ما الوصول للنهائي. ربنا يوفقك يا اسلام، انت راجل اعلامي محترم. الله يخليك. لاعب محترم. ربنا يوفقك ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. طمنا الحقيقه، لان يعني انا دخلت على الفيسبوك لقيت ناس كتيره جدا كاتبه ان هو حصل كذا وحصل كذا، ولكن يعني طمنا من المستشار مرتضى منصور. وان شاء الله نكلمه يوم الاثنين نهنيه على اداء نادي الزمالك، بس بقى هنتكلم في حاجات تانية كتيره جدا. تمام.